بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. كثر الكلام كثيرا عن اغتيال علي الكاركي، عن اغتيال نعيم قاسم، وإن هيمسك هاشم زي ما قلنا في حلقات الأمس وما إلى ذلك. جايب لك النهاردة أول خطاب لنائب الأمين العام لحزب الله بعد ما حسن نصر الله توفى. المفروض كان حد يطلع يتكلم، اخيرا طلع نعيم قاسم وجيب لك الفيديو بتاعه كاملا، لان الحلقات دي تعتبر تاريخية لهذه الفترة اللي تعتبر مفصلية في المنطقة. ما قبلها ليس كما بعدها، يعني قبل مقتل حسن نصر الله شيء وبعد اغتيال حسن نصر الله شيء تاني خالص. زي ما ظهر قدام حضرتك، حزب الله يصدر بيانا بشأن الإجراءات التنظيمية داخل قيادة الجماعة بعد اغتيال حسن نصر الله. مفيش حد جماعة لسه مسك، ولا هشام اللي عمال يروج لنفسه، ولا نعيم قاسم، ولا أي حاجة، وطرح اسم جديد كمان. قالت جماعة حزب الله اللبنانية في بيان إعلامي إن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول إجراءات تنظيمية داخل قيادة الحزب، زي ما طلع حد قال لك لا بص مفيش منصب شاغر وكل واحد مسك منصب مكان اللي اتقتل، الكلام ده مش حقيقي، لسه المنصب شاغر. تنظيميه داخل قياده حزب الله بعد اغتيال الامين العام حسن نصر الله لا اهميه لها ولا يبنى عليها ما لم يصدر بيانا او يصدر بيان رسمي عن قياده الحزب بذلك. ولم تكشف الجماعة التي أعلنت السبت عن اغتيال زعيمها في غارة من المغضوب عليهم على ضاحية بيروت الجنوبية، وضربوا بيروت العاصمة بالأمس الأول مرة، من سيخلف نصر الله، في حين تحصر تقارير خلافته في ثلاث أسماء بارزة، ودخل اسم جديد اللي هو جواد نصر الله نجل الأمين العام اللي أنا جبت لك في حلقة الأمس، وهو بيبكي وبيهدد وبيتوعد. تمام؟ خلاص الضربة القاسمة جت للقيادات بتاعت حسن نصر الله. زي ما ظهر قدام حضرتك وزير الخارجية بتاع المغضوب عليهم لن يقبل إلا بالاستسلام الكامل، لن نقبل أي وقف لإطلاق النار في لبنان دون ابتعاد حزب الله عن الحدود. وفي كلام عن حل كامل للحزب، يعني بعدوا قواتكم عن الحدود، وفي كلام تاني عن حل الحزب، وخلاص بيجهزوا نفسهم لاحتمالات كبيرة جدا لتوغلات برية في الجنوب تحديدا. نعيم قاسم طلع النهاردة اتكلم بشكل فجائي منذ أقل من نص ساعة. نعيم قاسم طلع في البداية خالص يعزي المرشد الإيراني علي خامنئي برحيل حسن نصر الله، زي ما ظهر قدام حضرتك تفجيرات البيجر والاغتيالات وفقدان نصر الله لم توقفنا عن حربنا ضد المغضوب عليهم. الأول مين اللي عمل دولي؟ حزب الله مستمر بأهدافه وسيتابع على نهج حسن نصر الله اللي هو مكملين. يعني حزب الله فقد قائدا عاش على خطى الخميني المؤسس للثورة الإيرانية 79. المغضوب عليهم استهدفت نصر الله في اجتماع حضره ضابط في الحرس الثوري، هو بيبرأ عايز يبرأ يعني إيران. أمريكا تساند المغضوب عليهم بشكل مطلق في حربها ضدنا، خلافا لما ذكره العدو بتاع المغضوب عليهم لم يكن هناك اجتماع لـ20 من القادة. المغضوب عليهم تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان حتى لا يبقى بيت إلا وأثار المغضوب عليهم العدوانية فيه. إلا أمريكا تساند المغضوب عليهم بكل إمكاناتها، فقدنا قائدنا إلى آخره. خطاب مطول، مش عارف إغيتهم كلهم في الخطابات المطولة، لكن ده 15 دقيقة فقط لا غير، فعشان كده انا قلت اجيبه لكم كله كاملا مكملا، مش عايز اطول على حضراتكم. اول خطاب من مسؤول في حزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله. قلنا حسن نصر الله لبنان قبله شيء وبعده شيء، لا مش ده التعبير الدقيق. امال ايه التعبير الدقيق؟ المنطقة كلها قبل حسن نصر الله شيء وبعد حسن نصر الله بتتشكل لشيء تاني خالص. اسيبكم مع نعيم قاسم وخطاباته فترة تاريخية وبنحاول نأرخ لها. شكرا. الذي بقي في الميدان الجهادي والرسالي والتعبوي منذ نعومة أظفاره إلى لحظة شهادته لم يغادر الميدان، هو ذائب في الإسلام، عاشق لمحمد وآل محمد، عاش الولاية في عقله وروحه ودمه، حامل خط الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، وسالك خطوات درب الإمام الخامنئي دام ظله،
وقائد لمسيرة المقاومين المجاهدين الأحرار، أولويته المطلقة فلسطين والقدس في إطار الوحدة الإسلامية والوطنية والإنسانية، ملهم في بيانه، صادق في علاقته مع الناس وخطابه لهم، محب للمجاهدين يأنس بهم ويأنسون به. هو حب الأنس بهؤلاء الأطهار الذين قدموا كل ما عندهم في سبيل الله تعالى، رقيق القلب في علاقته بعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، ملأ الدنيا بسطوع إيمانه بالإسلام المحمدي الأصيل، هو محبوب الجماهير وعشاق الحرية وفلسطين، وكل الذين يأملون بتحرير فلسطين من رجس الصهاينة وكسر قوة الاستكبار الأمريكي الصهيوني كي لا يتسلط على منطقتنا وأمتنا. نعزي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بفقد حبيبنا وعزيزنا وقائدنا سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، ونعزي ولي الأمر القائد الخامنئي دام ظله، والمراجع العظام والمجاهدين والمجاهدات، ونعزي عائلته الشريفة، الزوجة والأولاد والأهل الكرام، ولبنان والمنطقة والعالم والأحرار، ونبارك له ولإخوانه الذين استشهدوا معه. أرفع وسام الشهادة، أرفع عطاءات الدم، أرفع التضحيات وسام الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، الذي يرفرف فوق الأوسمة الكثيرة التي حصل عليها في حياته وجهاده. رحمك الله يا والد الشهيد، يا أبا الشهداء، يا أيها الحر العظيم في حياتك وفي مماتك. أيها المجاهدون الشرفاء، أنتم مصداق للآية الكريمة: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنتم المنتظرون، أعلم أنكم تعزون وتباركون، لكن اعلموا أن سماحته بيننا دائما وأبدا. ونعزي أيضا بالمجاهدين الذين استشهدوا معه، وخاصة الذين كانوا معه في الاجتماع، الأخ الجهادي الكبير الحاج علي كركي، والأخ الجهادي الكبير عباس نيلو شان، الذي كان من الإخوة القادة في الحرس يتابعون في لبنان. وخلافا لما ذكر العدو الإسرائيلي، لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة هؤلاء من اجتمع معهم، لكن كان معه الإخوة الذين يحيطون به، قائد حرسه الأخ إبراهيم جزيني، وقائد والأخ المجاهد الذي يتابع معه دائما الأخ سمير حرب جهاد، رحمهم الله جميعا. كل الذين كانوا من المرافقين والذين يتابعون مع سماحته. وأيضا هنا بمناسبة استشهاد الأخ العزيز سماحة العلامة الشيخ نبيل قاووق بعد يوم، نعزي ونبارك به أيضا لكل الأعزاء. ماذا يحصل؟ تعتدي إسرائيل بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان، وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها.
تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون وعلى كل الذين يمكثون في بيوتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هؤلاء لا يقاتلون المقاتلين، إنما هؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر بحق المدنيين والأبرياء. تساند أمريكا إسرائيل بكل إمكاناتها في المساندة، وتشاركها في مجازرها بالدعم المفتوح عسكريا بلا حدود، وكل أشكال الدعم الذي تقدمه إعلاميا وثقافيا وسياسيا وبكل المعايير. إذا اعتقدت إسرائيل أن يدها المفتوحة دوليا وتصميمها على الوحشية والعدوان سيحقق لها أهدافها فهي واهمة. يوجد آلام وتضحيات، لكننا أبناء الشهادة الحسينية التي تصنع نصر المستقبل. بعضنا يستشهد والآخرون يرعون مسار النصر قريبا إن شاء الله تعالى. كل ما مر بنا من تضحيات كبيرة، بدءا بأجهزة البيجر واللاسلكي وشهادة القادة وشهادة الأمين العام رضوان الله تعالى عليه، كانت لتهز جيوشا وشعوبا ومنظمات، لكننا استمرينا بعون الله تعالى. مع الأيام ومع الآلام نحن مستمرون، مع التضحيات نحن مستمرون. نحن أهل الأمل والثقة بوعد الله تعالى بالنصر. نحن أهل الجهاد والصبر، يقتلون ويقتلون، وما عند الله من عطاء وتوفيق وتسديد لا نعلم توقيته، ولكن نحن نصبر كما أمرنا الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. هناك عدة نقاط سأتعرض لها بشكل سريع. أولا، المسيرة التي رباها وواكبها سماحة الأمين العام حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وأشرف على قيادتها، هي مسيرة مستمرة. حزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده، وستتابع منظومة القيادة والسيطرة والمجاهدين ما كنت تتابعه أيها الأمين بالدقة نفسها وبالخطوات التي رسمتها. وقد تابع الإخوة عملهم كنتيجة للهيكلية المنظمة التي أسستها والتي تتابع في أصعب الظروف، والخطط البديلة التي وضعتها للأفراد والقادة البدائل، نحن نتعامل معها والجميع حاضر في الميدان. ثانيا، رغم فقدان عدد من القادة وسماحتكم العنوان الأبرز، ورغم الاعتداءات على المدنيين في كل لبنان تحت مرأى العالم، ورغم التضحيات الكبيرة ومحاولات إرباك ساحتنا بأهلنا ومحبينا، لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا الصادقة والشريفة. ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين. ثالثا، راقبوا ما حصل بعد اغتيال سماحته. استمرت عمليات المقاومة الإسلامية بالوتيرة نفسها وزيادة. تم ضرب معاليم أدوميم وهي على بعد 150 كيلومتر من الحدود اللبنانية. تم ضرب حيفا بصاروخ، وقد اعترف الجيش الإسرائيلي أمس
بأن 1,000,000 شخص دخل إلى الملاجئ من صاروخ واحد والحبل على الجرار، ولكن هذا مرتبط بكيفية إدارة المعركة والمتابعة. أحب أن أعلمكم بأن ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة، وبحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان. نحن نعلم أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا، سنواجه أي احتمال ومستعدون. إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا فالقوات، قوات المقاومة، جاهزة للالتحام البري. نحن أعدينا وتجهزنا، وبالتوكل على الله تعالى واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه، وسنخرج منتصرين من هذه المعركة. ثالثا، رابعا، يا أهلنا وأحبتنا، المصاب جلل والتضحيات كبيرة والعدو يعمل في اتجاهين: 1. ضرب القدرة البشرية والعسكرية للمقاومة لتعطيل القدرة. 2. ضرب القرى والمدن والمدنيين لإيجاد شرخ بين المقاومة وبين شعبها. أما بالنسبة للقدرة، نحن نعمل كل ما في وسعنا ونعالج الاغتيال للكوادر بالكوادر البديلة. لم تتمكن إسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية، وما يقوله إعلامها بأنهم ضربوا أكثر القدرات المتوسطة والبعيدة، هذا حلم لم يصلوا إليه ولن يصلوا إليه. قدرتنا متينة وكبيرة، وهو يجن في كثير من الأحيان بسبب عدم قدرته على الوصول إلى هذه القدرات. لدينا الجهوزية الكاملة بحمد الله تعالى، ومستمرون. هذا في الناحية الأولى، في القدرة البشرية والعسكرية. بالنسبة لضرب القرى والمدن، أنتم محبو سماحة السيد حسن، هو دائما كان يقول عنكم: أيها الناس، هو يثق بكم، هو يعتبر أنكم قلبه وعقله وروحه، وما تقولونه يتبناه وهو دائما معكم. أنا متأكد أن هذا الشعب العظيم الذي وقف في مهمات صعبة ولم تهزه الهزائز ولا الاعتداءات لن يهتز الآن. نحن واثقون بكم يا أهل التضحية والفداء، نحن في مركب واحد، وإن شاء الله سنفوز كما فزنا في تحرير سنة 2006 في مواجهة العدو الإسرائيلي وعدوانه. النقطة الأخرى، نحن الآن نتابع القيادة وإدارة المواجهة بحسب هيكلية الحزب. في هيكلية الحزب يوجد نواب للقادة، ويوجد بدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان. وكل ما حصل أجرينا العمل اللازم لتحل البدائل مكان ما حصل كمشكلة. سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة، وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت. كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة، لأنها
واضحة ولأننا على قلب واحد. إذا كان هناك أحد يعتبر أنه سينتظر بعض التعيينات ليرى ما الذي سيحصل، أقول لكم ما يحصل الآن هو قيد المتابعة العادية والطبيعية، وبالتالي لا تنتظروا أمورا قد لا تكون على خاطركم أيها الأعداء. أختم لأشكر، أشكر اللبنانيين جميعا، أشكر الذين أظهروا وحدة وطنية شريفة في مواجهة جرائم إسرائيل وأمريكا. هذه الوحدة التي تجلت في كل المناطق اللبنانية عند كل الطوائف، عند العائلات، هذا مدماك عزة لبنان، وإن شاء الله هذا سينعكس إيجابا وآثارا كبيرة ونعمة بعد هذه المعركة الكبيرة. أشكر الحكومة اللبنانية والقوى السياسية والجمعيات الأهلية والبلدات والبلديات والمؤسسات والمراكز الدينية، أفراد ومؤسسات والإعلام والمستشفيات والأطباء ووزارة الصحة وهيئة إدارة الكوارث والوزراء وكل الذين عملوا. لن أتمكن من ذكر كل جهة بالتفصيل، لكن أشكركم جميعا لأنكم وقفتم مع الحق، وإن شاء الله نكون في الموقع الأساس ونصل إلى النتيجة المبتغاة. نحن في مركب واحد، ولكن اطمئنوا، إن شاء الله النصر حليفنا، نحتاج إلى بعض الصبر، وأما العدة فقد أعدينا ما لدينا. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وإن شاء الله هذا يتحقق. والسلام عليكم ورحمة الله.